الله 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 ياه عليك حركات يا شنو؟ خدت برد ولا ايه؟ خدت برد. لازم اخلي بالي من نفسي بعد كده. اتجوزتها؟ ما انا لازم كنت اتجوزها يا ماما، ما قالت لي مش هطلع ابراهيم من الحجز. يا خدتك القوية يا عيشة، أعمل فيك إيه؟ دي واحدة تتجوزها؟ ها؟ أعمل معاك إيه؟ أعمل معاك إيه؟ تتجوز واحدة زي دي؟ دي آخرتها يا حسن؟ اللي دي؟ مالها دي يا أختي؟ مش شايف بعينيك؟ مش شايف خالص؟ البعيد عمت. المرة دي داخلة بزعبيبها كده ليه؟ شو؟ اللي شو؟ انت مش شايفها عماله تشتم وتقول ازاي وانت ساكت ولا بتصد ولا بترد؟ شوق مش كده يا شوق؟ قولي قولي كمان، ما انتش فجره. انفجرت فيكي انبوبه يا بعيده. شوفي بقى يا نن عيني، انا هستحملك بس عشان خاطر جوزي حسن حبيبي، وحطم في نفسي كده واقول شغله حموات. بس خدي بالك انا ليا طاقه. حميت عليكي معدتك يا وليا، ولولو عليكي من بدري وان شاء الله تخلص منك كده ان شاء الله. اتلمي اتلمي مش كده يا شوق؟ اتلمي دي يا اخوي، شايفني مبعتره؟ بص يا وليا، انت عايزه تخشي هنا تخشي باحترامك، مش عايزه ما تعتبيهاش. ولازم تفهمي ان انا اوياكي هنا في ملكي، وعشان خاطر الراجل ده زياده هتتكرشي وتطلعي بره، فاهمه؟ انت ازاي تكلمي ماما كده؟ وانت يا اخويا مش شايفها بتقول ازاي؟ خد بالك انا اعمل لك خدي مداس بمزاجي براحتي، انما غصب لا. وانت ما تنساش نفسك، انت عايش عندي انا، يعني انا لا اقول ولا، فاهم؟ طلقها. انت لقيت فيك رصاصه من بدري، خلصنا منك. يطلق مين يا وليا يا محبوش؟ انت اتهبلتي في مخك؟ طلقني يا حسن، لو راجل طلقني. ما تطلقها، مستني ايه؟ خايف من ايه؟ ما يقدرش يا حلوة، ما يقدرش يطلقني إلا إذا دفع اللي عليه. إيه اللي عليه؟ مؤخري 1,000,000 جنيه. مليون إيه؟ جنيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. روحي يا شيخة، منك لله. منك لله. ده انا هموتك انت بقى، خدي هنا خدي. يما هتموت مين يا ننوس عين امه؟ انت ازاي تكلميها كده؟ انا هعتبر انك زعلان ومحموق عشان دي امك، ما يصحش. عجبك اللي هي داخله تقوله؟ ايوه بس تعملي لي حساب يعني. وهي ليه ما عملتش حساب للست اللي انياكوا في بيتها؟ اللي اوياكوا ولا ايه يا حسن؟ انت نسيت؟ ايوه بس الاصول وهي يعني. وهي الاصول يعني انها تخش البيت وتقول لك طلق مراتك حبيبتك اللي بتدلعك. انا هفهمك انا عملت كده ليه، عشان اقطع رجليها، والا كل يوم والتاني هتفضل تنطلنا وتعمل لنا مشاكل. انت عايز كده ولا عايز روقان؟ انت بتحب الروقان. طب عشان تعرف ان انا بحبك وشايلك جوا نن عينيا، انا عملت اللي وعدتك بيه. اللي هو ايه؟ خرجت ابراهيم من السجن. بجد؟ بجد؟ شفت بقى انا بحبك ازاي؟ تعالى. يا نهار اسود يا نهار اسود، كان ناقص تقلع الشبشب وتضربني بيه. ايه ده؟ وحسن؟ حسن شماعه فرده شراب بلغه في رجلها. ايه ده يا ماما؟ معقول؟ معقول؟ ما انت ما شفتيش اللي انا شفته. احسن احسن انك ما شفتيش. قومي قومي يلا لمي هدومي، خلينا نمشي من هنا. نمشي نروح فين؟ مش عارفه بس انا مش قادره اقعد هنا بعد اللي حصل ساعه واحده. ازيك يا نسمة؟ ازيك يا ابراهيم؟ هو حسن فين؟ حسن حسن انتهى خلاص. ايه بس اللي حصل؟ اللي حصل اتجوزته يا ابراهيم. اللي حصل ده لا يرجع عدو ولا حبيب. غصب عنه
غصب عنه حاجة والله. أنا عارف غصب عنه. إيه قادرة وفاكرة وهو عيني غلبان عظمه طريق بقرشيته على طول. بس أنا قايل له هو ما سمعش الكلام. خلاص يطلقها. مكتباه مؤخر مليون جنيه. هو لا هو لازم كده طبعا طبعا. يعني أمال إيه يعني؟ ما لازم كده، لازم تمص دمه لآخر نقطة. يعني إيه؟ يعني عوضك على الله في صاحبك. خلاص كده غرق وقع في البير ومش هيطلع. اصل شو دي ادمان، اللي جربها ما يسلهاش ابدا. انا عارف سم بس منقوع في العسل. عسل حلو بنت الكلب. انا عارفه والله عارفه. ماشي يا عم جميل، ماشي ماشي. صباح الفل. بنقول صباح الفل. نعم قصر، جيب من الاخر. انا جاي اشكرك. مش عايزين. بس انا جاي لك وندمان. انا ما كنتش اعرف انه قلبك طيب كده. هو انا موديني ورا غير قلبي الطيب؟ بس انا جاي كنت عايز اتاكد انه ما فيش في قلبك حاجه من ناحيتي. لا يا اخويا اطمن، كله تمام. طيب ممكن اطلب طلب؟ اطلب اشتغل. بصراحه انا غيران من حسن، وانت عارفه انا زيه ومحتاج للشغل، وانا عرفت ان هو مش نازل الشغل تاني، فينفع اخد مكانه؟ ولا انت عبيط يلا؟ ايوه عبيط، عبيط علشان ما عرفتش مصلحتي وما قدرتش الناس كويس ومشيت ورا دماغي الوسخه. وانت بقى جاي تاكل بعقلي حلاوه بالكلمتين دول مش كده؟ لا والله انت عارفه انا وحسن كنا بندور على شغل. و لا حسن انت لا. هو ده والله. عايز تشتغل عندي؟ خدامك. بشرط. شروطي زي ما انت عايزه. تشوفني معديه قدامك كده ما تكمش راسك، الاقي عينك دي في الارض تخرم لي الارض بعينيك. لو عايزاني اخرمهم لك من دلوقتي فداكي. ما يلزمونيش يا اخويا، خليهم لروحك، انا ناقص اسحب. على فين؟ اللي على فين؟ على بيتي، على جوزي، عندي انا طلبات واحتياجات. انت فين يا شوق؟ ايه ده؟ انت صحيت؟ ايه يا اختي صحيت امتى؟ وحشتني. استعوقتني؟ الصراحة انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. قولي كلت؟ لا لسه، كنت مستنيكي ودورت في التلاجة كلها ما لقيتش حاجة. ثانية واحدة. شوية طاقة بقى. ايه؟ حاجة اخر روقان. يلا. ايه ده ما بحبوش؟ ايه اللي ما بحبوش؟ دي حلاوة. عايزك تاكل وتربرب وتصحصح. هحط لك عليها شوية عسل. بس 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 دي جميلة. ايه الجمال ده؟ انت معلقة وانا معلقة. حاسس بايه؟ نفسي بتجزع.